شوف، لما تقطع علاقتك مع الله أقسم بالله غير خسرت كل شيء، تخسر الدنيا والآخرة. عبك الدنيا دنيا تنظر إليها، أنت تنظر إلى الدنيا على حسب ما تشوف فيها أنت سعادتك تكون. إذا كان ربي يعطيك واحد القلب واسع ومليح وفيه ثقة بالله عز وجل وفيه عقيدة وفيه توكل على الله وفيه نية مليحة وحب الخير للناس، أنت عيش في سعادة ولو نحطوك تحت الغرقة. أنا نقول لك عشنا السبعينات والثمانينيات، السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ما نلقوش صابون حجرة، صابون والله ما عندنا باش نغسلو، ما نعرفوش مش معناتها ماشي مناضي، ما نعرفوهاش. البيدون تاع الزيت ولا شكارة تاع السميد هذي، كي تسمع باللي جابوه خبر عاجل، هذا حاجة كبيرة جدا، ونجيبوا هذاك البيدون نحافظوا عليه تاع الزيت ونعاودوه 100 مرة وعايشين في سعادة. أقسم بالله غير قرينا يا إخواني الكرام، قرينا. وأنا نحكي على نفسي، والله غير قريت المحفظة تاعي غير داير فيها كل أبو سلك، وين يتقطع الصباط نحبس نعاود نرقعو، وعايشين لاباس علينا ما شاء الله، نضحكوا لاباس علينا. وعلاش كان الضيق؟ ودرك رانا في ساعة، درك كاين الانترنت، كاين الماكلة، كاين الخير، كاين رانا نرمو، نتحداك أنا، روحوا نطلعوا على أقرب قمامة أعزكم الله، نلقاو أن المأكولات فيها أكثر شيء موجود. نقول لك حاجة، السخط اللي راه يخرج من قلبنا، البعد عن الله، قطعنا العلاقة مع الله، ولات الدنيا كحلة في وجوهنا.